حبيبي عايز حاجة؟ ممكن ألعب باللابتوب؟ طبعا طبعا يا حبيبي، ده انت تلعب على اللابتوب وتلعب على البلايستيشن وتتفرج التلفزيون لو عايز، ولو عايز اي حاجة ماما هتعملها لك على طول. هو انا عندي كام ايمو يعني يا حبيب قلبي؟ يس ماشي يا حبيبي ماشي. سيبيني بقى انا مشغول. ده ايه ده؟ وانا كمان لما اجي العب على حاجه مش هخليك تلعب معايا فيها. طيب هتودي الملاهي؟ طب ان شاء الله.
عايزه ايه منك ليها؟ حلويات؟ لا طبعا مفيش حلويات. لا ليه يا ماما؟ بس احنا بقالنا شهرين ما كلناش حلويات. وان كان على الفلوس يعني انا محوشه 10 جنيه ونسمه كمان محوشه 10 جنيه هنجمعهم على بعضيهم وهنزل السوبر ماركت نشتري حلويات براحتنا. والنبي بابا والنبي عشان خط واعتبريها كمكافاه لينا يعني عشان احنا ذاكرنا عدد ساعات طويله قوي النهارده. بالنبي يا ماما والنبي يا ماما عشان خاطري يا ماما والنبي وحياه ابوكي وامك يا شيخه لا توافقلنا. والنبي يا ماما والنبي كلمه واحده انا قلت لا يعني لا انتوا كبار على الكلام ده. عشان هو مش بيقدر يديني حاجته وانا اخر بكرهه. هو انت تعملي عقل
يا توتة. انتي بقيتي وحشة قوي يا ماما، انتي بقيتي تفرقي في المعلم بيني انا ونسمة وقلبه، انا زعلانة منك ومش هكلم التاني. انا خلاص يا نسمة بقيت بكره قلبه ومش بحبه، ماما خلتنا نتفرق عن بعضينا وبقيت تحبي قلبه وتكرهني انا وانتي، انا زعلانة من ماما خالص. بيعيطوا؟ طب ما يتفلقوا، حد زعقلك؟ لا يا ماما محدش زعقلي. دي اهم حاجة عندي يا ماما. فعلا ما ينفعش كده، انتي ما ينفعش تفرقي بين عيالك، حتى لو كنتي بتحبيني انتي كده هتخليهم يغيروا وهنتفرق عن بعض، وانا بحبهم يا ماما وانتي كمان بتحبيهم وما ينفعش نسيبهم زعلانين. معقول يا ايمو؟ يعني انت شايف كده؟ ايوه صحيح يا ايمو، انت عندك حق، انا شكلي كده زودتها مع البنات، وبصراحة كده انا فعلا فرقت في المعاملة بين البنات والولاد، وكده ما يرضيش ربنا. عندك حق يا ايمو، احنا لازم نصلح اللي احنا عملناه ده. طب هنعمل ايه؟ انا عندي فكرة. ايه رأيك نجيب لهم ورد وشيكولاتة؟ فكرة حلوة جدا يا ايمو، طب بينا نخش نصالحهم. هاي نسمة وتوتة. عايزة يا أستاذ إيم؟ وانت يا ماما عايزة مننا ايه بعد ما كسرتي قلبنا؟ اهلا يا إيمو، انت وماما جايين تعملوا ايه بعد ما انتم زعلنا؟ خلاص يا نسمة انت وتوتة ما تزعلوش مني، انا واخوكم إيمو بصراحة كده انا قسيت عليكم فعلا الفترة اللي فاتت، مش عارفة ليه، يعني انا فعلا ما كانش ينفع ان انا افرق بين اولادي، انتوا كلكم في غلاوة واحدة وانا المفروض احبكم كلكم قد بعض، ما تزعلوش مني. ايمو عايز يراضيكم. اتفضلي يا توتا، الورد ده عشانك والجيتار ده عشانك يا نسمة. الله الوردة الجميلة دي، شكرا يا ايمو، انا خلاص مش زعلانة. انا اصلا ما اقدرش ازعل من اخويا، وانت يا ماما انا خلاص مش زعلانه منك خالص حبيبتي يا